السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد هنتعلم فيه كيفية تزيين الأثاث الخشبي بالقشرة أو بالحفر. درس النهاردة هنعتمد على القشرة أو ما يسمى ببديل القشرة اللي هو واخد نفس تأثير القشرة بالظبط. هنبدأ نعمل عينة أو تجربة على درج زي ما احنا شايفين كده. الدرج ده هنبدأ، هو أصلا ملزوق قشرة زي ما احنا شايفين، هنبدأ نغير في شكل القشرة. انا اخترت نوعين من انواع القشرة اللي لونهم بيختلف تماما عن لون الدرج، اللون افتح شوية ولون اغمق شوية، بحيث ان انا ابدأ اعمل التأثيرات اللي هي هتظبط لي الشكل وهتحوله من شكل سادة لشكل مزخرف بشكل جميل جدا زي ما شفنا في البداية. انا في البداية قطعت شرايط بسمك 3 سنتي وهبدأ اعمل اطار محيط للشكل الدرج كده، هو اللي على اساسه هبدا ابني الزخرفه او اعمل التشكيل. فكره في درس النهارده ان انا هعمل تشكيل هندسي بسيط جدا جدا بحيث ان الطالب نفسه يقدر ان هو ينفذه. الشغل القشره طبعا فيه ممكن بعمل زخارف، ممكن بعمل تقسيمات هندسيه معقده جدا، ولكن بتبقى محتاجه احترافيه اكتر. فاحنا اشتغلنا بالقشره البديله عشان تكون سلسه وسهله مع الطلاب وسهلة في التقطيع كمان ومتوفرة، يقدر اي طالب ان هو يحصل عليها. الحاجة التانية ان سهولة التقطيع واللزق كمان، فيه منها ان هو بيبقى ورق بس مش عليه مادة لازقة، وفيه اللي هو زي اللي احنا شغالين بيه استيكر بيلزق على طول، وده هيكون اسهل ونتيجته هتكون افضل. شايفين انا لزقت الشريط او الاطار بمنتهى البساطة، برضو طريقة القطع سهلة جدا بدون اي مجهود، اقدر ان انا اقطع او اغير في شكل الخطوط المستقيمة. بعد ما بقفل الإطار باللون اللي هو الأغمق وأراعي أن المسافات من الخارج بتكون واحدة في كله، يعني مثلا أنا سبت سنتي من أول اتجاه، يبقى الأربع اتجاهات بحاول أن يكون نفس السنتي بحيث أن شكل الزخرفة يكون منتظم ويكون هندسي. بتأكد ان انا لزقتها كويس، وبعدين هجيب بقى اللون الافتح وهبدأ اعمل منه شرايط ارفع شوية. وهعمل اطار متداخل مع الاطار الغامق، يعني هسيب كمان فراغ من الغامق وهبدأ ان انا اعمل الزق الاطار ده. سمك مثلا نص سنتي، بقدر بقى اتحكم. التقطيع زي ما قلت سهل جدا، والتشكيل يفضل ان انا اكون مجهز تصميم اشتغل على اساسه، التصميم يكون برضو مبسط ما ياخدش مني مجهود، والنتيجة نفسها تكون جذابة، يعني تكون النتيجة مقبولة بحيث ان ده اساس بيستعمل في المنزل، ما ينفعش ان هو يكون شغل بدائي او باين ان هو تقليدي. ولكن الفكرة بقى في درس النهاردة ان انا هستخدم البساطة وفي نفس الوقت هعمل شكل جميل جدا زي ما شفناه في البداية وزي ما نشوف مع بعض بالخطوات دلوقتي. انا بلزق الاطار الفاتح اللي بدأ يظهر لي بقى تفاصيل، يعني اقدر ان انا بعد ما اقفل البرواز الفاتح ده اسيب شكل الدرج على كده، واعمل لو الشكل او الاثاث الخشبي اللي موجود عندي في اكتر من درج انفذه بنفس المقاسات ونفس المسافات، اقدر ان انا اعمل كده، وفي نفس الوقت اقدر ان انا ازود كمان في شكل الزخارف اللي انا هستخدمه. طيب الخطوة اللي بعد كده، لاحظت ان انا عملت الاطار من الداخل، هعمل بقى اطار داخلي دلوقتي منفصل او على حدود الخط الغامق من الخارج، وهسيب مسافات كده عشان انا بفكر ان انا اعمل زاوية بحيث يبقى فيه الى حد ما فيه تفاصيل في الشكل، فدي هتفرق معايا وهتعلي كمان من مستوى الشكل الجمالي للعمل الفني اللي انا بقدمه. طبعا هدفنا من كل الدروس ان احنا نحقق القيمة الجمالية في المنزل بقى، في المدرسة، في المكان اللي احنا متواجدين فيه، ده هدف التربية الفنية بشكل عام. وكمان من ضمن الاهداف، يعني عشان احقق اهدافي دي، ان انا اشتغل كمان
بأقل تكلفة، اللي هو إعادة تدوير، استخدام فضلات مثلا من ورق القشرة دي اللي هي أصلا مش مستخدمة، أو كنت بعمل بيها حاجة ومتبقي عندي بواقي، إزاي إن أنا أقدر أشغل أو أوظف هذه الخامات. طيب أنا دلوقتي جبت مربع، المربع تقريبا 10 سنتي في 10 سنتي، وبدأت أطويه 4 طيات بالشكل ده كده، وهاخد القطر اللي هو بيقسم لي المربع لمثلثين، وهرسم زخرفة بسيطة جدا جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهقطعها بالمقص. حاول بس ان النصين يكونوا نفس الشكل، يبقى في تماثل يعني في الزخرفة. لاحظ بقى ان القص نفسه سهل جدا، مفيش فيه اي مشكلة، بعكس القشرة الطبيعية طبعا بتبقى عايزة بقى ادوات اللي هي الخاصة بالتقطيع، وعايزة محترف شوية في التقطيع. هنا بمنتهى البساطة عملت الـ4 زوايا، هبدأ اثبتهم. الاحظ بقى ان الشكل اختلف تماما بعد تثبيت اول زاوية بالشكل ده كده. اول زاوية بدأت تكمل لي الخطوط اللي انا عملتها في الجوانب وفي الاعلى. اركب الزاوية التانية مقابلة ليها، الجميل بقى في الامر ان انا عملت الـ4 زوايا مع بعض، فما عنديش مشكلة ان يكون في زاوية اكبر من زاوية، او ان انا لو كنت عملت كل زاوية لحالها كان المقاسات اختلفت، ولكن كون ان انا طبقت المربع الكبير اللي هو 10 في 10 4 مربعات، وبدأت أقص الـ4 مع بعض، فأنا متأكد إن الـ4 زوايا نفس المقاس بالشكل كده. بدأ يظهر عندي التشكيل الزخرفي اللي أنا عملته باستخدام القشرة. ممكن بقى أضيف مثلث بسيط كده، أو لو أنا عايز أعمل زهرة برضو بسيطة، ولكن أنا حبيت إن الشكل يكون هندسي وبسيط ويكون في المتناول. الأفكار كتير جدا ومتاحة جدا إن هي تتنفذ بمنتهى البساطة، وكل واحد حسب قدراته. في طالب يقدر ان هو يعمل زخرفة اكثر تعقيدا او اكثر دقة من كده، وفي واحد يقدر يعمل الخطوط المستقيمة فقط، كل واحد ومستواه. ده كان فكرة درس النهاردة اللي حاولت من خلالها ان انا اقدم بديل للقشرة متاح وكلنا عارفينه، وفي نفس الوقت يعطيني نفس نتيجة القشرة بالظبط وبأقل التكلفة، ووقت قياسي جدا يعني في أقل من 10 دقائق استطعت إن أنا أعمل الشكل الزخرفي اللي احنا شايفينه. الشكل كان جميل جدا، وده الدرج بعد ما اتركب في مكانه. شايفين الفرق بين الدرج اللي اتلزق قشرة والدرج اللي لسه ما اتلزقش. أعتقد إن الشكل جميل جدا لما كله هيكمل بعد ما أكمل باقي الأدراج. عندي كمان ممكن أستخدم القشرة اللي هي لونها أسود. البدائل متاحة كتير جدا، لو لاحظت ان هلاقي ان الاشكال متوفرة بشكل كبير جدا. يلا مستني ابداعاتكم، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. وده كان درس النهاردة، اتمنى تكون المعلومة وصلت، واستنوني في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.